بسم الله الرحمن الرحيم، معك أستاذ طاهر أحمد. سنشرح مادة الرياضيات للصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول. هنبتدي بفرع الهندسة، الوحدة الخامسة الهندسة التحليلية، الدرس الثالث ميل الخط المستقيم. أول حاجة لازم نبتدي بيها إن إحنا نعرف ميل الخط المستقيم. يعني إيه ميل الخط المستقيم؟ ميل الخط المستقيم هو ظل الزاوية الموجبة التي يصنعها هذا المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. ده معناه إيه؟ معناه إن أنا لو عندي مستقيم مرسوم على المستوى الإحداثي زي اللي موجود في الصورة، المستقيم ده اللي هو لام، ولقينا إن المستقيم لام اللي مرسوم في الصورة ده عامل مع محور السينات زاوية قياسها كام؟ 45 درجة. فلما احب اجيب ميل المستقيم لام اجيب ظل الزاويه اللي موجوده عندي اللي هي 45 درجه اللي هو بيعملها المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. طيب يعني معنى كده ان ميل المستقيم لام ده بيساوي ظاهر، وه دي عندنا قصدي الزاويه الموجبه اللي بيصنعها المستقيم مع محور السينات، يعني ظا 45، يعني الميل بقى بيساوي 1، عشان ظا 45 بكام؟ بواحد. يبقى المستقيم لام ده ميله بواحد وعامل زاويه ايه؟ حادة، والميل طالع بالايه؟ بالموجب. طب ده يدل على ايه؟ بصوا الرسمه جايه هتوضح الكلام اللي قصدي عليه. لو المستقيم عامل زاويه حاده زي الصوره الاولانيه يبقى الميل هيطلع بالموجب، زي برده كمان المساله اللي احنا لسه حلينها، عاملين المستقيم عامل زاويه 45 درجه يعني زاويه حاده والميل طالع بالايه؟ بالموجب. اما لو المستقيم زي الصوره الثانيه عامل زاويه منفرجه الميل هيطلع بالسالب، يبقى زاوية الحادة بالموجب وزاوية المنفرجة هيطلع الميل بالسالب. أما لو المستقيم زي الصورة التالتة موازي لمحور السينات فميله هيطلع بصفر، لو موازي لمحور السينات ميله بكام؟ بصفر. أما لو موازي في الصورة الرابعة أهو موازي لمحور الصادات هيبقى ميله غير معرب، يبقى حادة زاوية موجبة، حادة الميل هيطلع بالموجب، منفرجة الميل هيطلع بالسالب. يوازي محور السينات الميل بصفر، يوازي محور الصادات الميل غير معرب. تعال نروح لمسألة نحل أكتر على الميل. هنا بيقول لنا قبل ما نبتدي المسألة كده عايزين نعرف حاجة مهمة. لو أنا في المستقيم ده عندنا نقطتين، النقطة الأولى اللي هي الألف اللي هي سين واحد وصاد واحد، والنقطة التانية اللي هي الب اللي هي سين اتنين وصاد اتنين، إزاي أحسب الميل وعندي نقطتين؟ لازم عشان احسب الميل وعندي نقطتين لازم ابقى عارف القانون ده كويس قوي، ان الميل وعندي نقطتين عباره عن ايه؟ فرق الصادات على فرق السينات. يعني ايه؟ يعني صاد 2 ناقص صاد 1 على سين 2 ناقص سين 1. كده بقى معايا كام قانون للميل؟ قانونين. لما يكون عندي الزاويه هستخدم ظاهر، لما يكون عندي نقطتين هستخدم فرق الصادات على فرق الايه؟ السينات. يلا بينا بقى نبتدي اول مساله. بيقول لنا ايه؟ احسب ميل المستقيم الذي يمر بالنقطتين سالب 2 و3 وسالب 3 و4. انهي قانون اللي ينفع؟ هل قانون الظاهر ولا فرق الصادات على فرق السينات؟ ايوه صح، فرق الصادات على فرق السينات عشان هو مدينا نقطتين. يلا نكتب القانون، الميل بيساوي ص 2 ناقص ص 1 على س 2 ناقص س 1. طيب يلا نطرح بقى الصادات، 4 ناقص 3 اللي هي الصاد بتاعت النقطة التانية اللي هي 4 ناقص الصاد بتاعت النقطة الأولى اللي هي التلاتة اللي هي البعد التاني مع فرق السينات اللي هي البعد الأول اللي هو سالب 3 من النقطة التانية ناقص سالب 1 من النقطة الأولى، ونطلع الإجابة الميل هيطلع بسالب 1. تعال نروح لمسألة جديدة. المسألة بتقول اوجد قياس الزاوية الموجبة الذي يصنعها المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السينات إذا كان ميل المستقيم 6.2. طيب إزاي أجيب الزاوية؟ أنا عارف القانون اللي بيجيب الزاوية اللي هو ظاهر، يعني المفروض الميل هيساوي ظاهر. طب ما أنا عندي الميل أصلا، الميل بكام بقى مديهولنا؟ 6.2، يعني الظاهر بتساوي 6.2. طب بقى الزاوية تبقى كام؟ مين اللي الظل بتاعها أو مين اللي الظاء بتاعتها بستة واتنين من عشرة؟ طبعا أكيد مش حافظينها، فنستخدمها بالآلة. نعملها ازاي بالآلة عشان نجيب الزاوية؟ نعمله شيفت تان ونكتب ستة واتنين من عشرة، تاني شيفت تان ونحطه ستة واتنين من عشرة، هيطلع لنا الزاوية، الزاوية هنا هتطلع 80 درجة
وخمسين دقيقة وستاشر ثانية. يبقى دلوقتي عشان نقدر نجيب الميل بقى لازم نقول ان الميل بيساوي ظاهر ان الميل مدهولنا وعايز الزاوية، فبنعمل شيفت تان ونطلع الزاوية. احنا مسألة جديدة. المسألة بتقول اوجد قياس الزاوية الموجبة هي التي يصنعها المستقيم لام على الاتجاه الموجب لمحور السينات. اذا كان المستقيم لام يمر بالنقطتين 4 وسالب 1 و5 وسالب 2. طبعا انا هنا مش هقدر اجيب الزاوية اللي هو عايزها غير لما اعرف الميل. طيب اجيب الميل ازاي؟ عندك نقطتين. طيب برضه اجيب الميل ازاي وانا عندي نقطتين؟ انهي القانون اللي هينفع؟ فرق الصادات على فرق السينات. هنكتب كده الميل مستقيم بيساوي، نكتب القانون فرق الصادات على فرق السينات اللي هو صاد 2 ناقص صاد 1 على سين 2 ناقص سين 1، ونطرح الصادات اللي هي البعد الثاني ونطرح السينات اللي هي البعد الاول. سيبقى سالب 2 ناقص سالب 1 على 5 ناقص 4، طلع الإجابة بكام؟ سالب 1. كده احنا عرفنا ان الميل بيساوي كام يا اولاد؟ بيساوي سالب 1. استخدم بقى القانون التاني عشان نجيب الزاوية. القانون التاني هو ايه؟ ظاهر. القانون التاني هو ايه؟ ظاهر. يبقى الميل بيساوي ظاهر. طب انا عندي الميل بسالب 1، يبقى ظاهر بتساوي سالب 1، يبقى ظاهر بتساوي سالب 1. طب اجيب هي ازاي؟ باستخدام الآلة، شيفت تان ونحط السالب 1 عشان نطلع الزاوية ونعرف الزاوية بكام. دوسنا شيفت تاني وطلعنا الزاوية، تطلع الزاوية بالسالب سالب 45. يبقى قياس زاوية ه يساوي سالب 45. بس هو قال الزاوية الموجبة، عشان نجيب الموجبة بتاعتها هنطرح من 180، فنقول له قياس ه بتساوي 180 من غير السالب بقى 180 ناقص 45 على طول. طلعنا الزاوية بكام؟ 135 درجة. يبقى الزاوية الموجبة اللي تصنعها مع محور السينات 135 درجة. نروح لنقطة جديدة. هننتقل لنقطة جديدة. العلاقة بين ميلي المستقيمين المتوازيين. لو عندنا مستقيمين بيوازوا بعض، سمينا مثلا واحد منهم لام واحد وسمينا التاني لام اتنين. فلو المستقيم لام واحد يوازي المستقيم لام اتنين، فلازم ميل المستقيم الأول اللي هو ميم واحد يساوي ميل المستقيم التاني اللي هو ميم اتنين. فلو المستقيمين متوازيين، إذا توازى مستقيمان فإن ميليهما يكونان متساويين. يعني لو الاتنين بيوازوا بعض يبقى الميلين بيساووا بعض، والعكس صحيح. يمكن أيضا استنتاج العكس، لو ميل الأول بيساوي ميل التاني يعني ميم واحد بيساوي ميم اتنين، لازم المستقيم لام واحد يوازي المستقيم لام اتنين. يعني إذا تساوى ميل مستقيمين في مستوى كان المستقيمين متوازيين. يبقى المستقيم الأول بيوازي المستقيم التاني يبقى الميلين بيساووا بعض. ميل المستقيم الأول بيساوي ميل المستقيم التاني يبقى المستقيمين بيوازوا بعض. تعالى ننتقل لبعض المسائل على الموضوع دوت. اثبت أن المستقيم الذي يمر بالنقطتين 2 و 3 وسالب 1 و 6 يوازي المستقيم الذي يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية موجبة قياسها 135 درجة. عشان أثبت أن المستقيمين بيوازوا بعض لازم أجيب ميل المستقيم الأول وميل المستقيم التاني، ولو طلعوا متساويين يبقى المستقيمين بيوازوا بعض. طيب المستقيم الأول مدينا فيه إيه؟ مدينا نقطتين، نقطة 2 و3، نقطة 2 و3، النقطة التانية سالب 1 و6. طب ايه القانون اللي ينفع معايا عشان اجيب الميل؟ طبعا اكيد فرق الصادات على فرق السينات. تعالى بينا يلا نجيب ميل المستقيم الاول اللي هو ميم 1 هيساوي فرق الصادات اللي هو صاد 2 ناقص صاد 1 على سين 2 ناقص سين 1. هبتدي اطرح الصادات اللي هي 6 ناقص 3، وتحت هيبقى فرق السينات اللي هي سالب 1 ناقص 2، هيطلع الاجابة معايا سالب 1. يبقى ميل المستقيم الأول هيساوي سالب 1. تعالوا بقى نجيب ميل المستقيم التاني. طب هو مدينا ايه في المستقيم التاني؟ مدينا الزاوية بتاعت الزاوية الموجبة اللي بيصنعها مع محور السينات 135. يبقى انهي القانون اللي هينفع اجيب بيه ميل المستقيم التاني؟ طبعا صح، ظا ه. طيب ه بكام؟ زاوية بكام عندنا هنا؟ 135. يبقى ظا 135 هيطلع كام؟ سالب 1. هنلاحظ ايه؟ ان المستقيم الأول ميله بسالب 1، المستقيم التاني ميله بسالب 1. طالما ميم واحد اللي هي ميل الأول وميم اتنين اللي هي ميل التاني طلعوا قد بعض، يبقى أكيد المستقيمين متوازيين.
مسألة بتقول إذا كانت ألف سالب واحد واتنين وب اتنين وتلاتة وجيم سالب أربعة وواحد ودال سين واتنين أربع نقط في المستوى في المستوى الإحداثي المتعامد، وكان ألف ب يوازي جيم دال أوجد قيمة سين. أنا هاخد بقى من أول ما هو قايل لي إن ألف ب يوازي جيم دال، هستفاد من المعلومة ديت عشان أوصل أقدر أوصل لقيمة السين. مش مستقيم ألف ب بيوازي المستقيم جيم دال، يبقى ميل المستقيم ألف ب بيساوي ميل المستقيم جيم دال. طيب ميل المستقيم ألف ب أجيبه إزاي؟ ما أنا عندي نقطة ألف وعندي نقطة ب، يبقى أقدر أجيب فرق الصادات على فرق السينات، وبرده عندي جيم دال، عندي نقطة جيم ودي نقطة دال، أقدر برده أجيب فرق الصادات على فرق السينات. بجيب ناحية اليمين فرق الصادات على فرق السينات عشان أجيب ميل ألف ب، وناحية الشمال بنفس الطريقة مع الجيم والدال. طيب أنا عندي نقطة ألف وب، أطرح الصادات زي ما مكتوب عندنا كده، يبقى تلاتة ناقص اتنين على اتنين ناقص سالب واحد. الناحية التانية هعمل برضو فرق الصادات على فرق السينات بس بالنسبة لنقطة جيم ونقطة دال، هيبقى اتنين ناقص واحد وسين ناقص سالب أربعة، يعني سين زائد أربعة. يبقى كده الجنبين بيساووا بعض عشان الجنبين بيوازوا بعض. هطلع قيمة الجنب اليمين وأطلع قيمة الجنب الشمال، أبسطهم اللي هنا اليمين يطلع تلت وهنا يطلع واحد على سين زائد أربعة. هنلاحظ إن البسط بيساوي البسط، يبقى المقام بيساوي المقام، يعني سين زائد أربعة هتساوي كام؟ تلاتة. وأدي الزائد ناقص يبقى سين بتساوي تلاتة ناقص أربعة، يبقى سين بتساوي سالب واحد. وكده يبقى انتهينا لدرس النهاردة لحد كده، وهنكمل إن شاء الله في جزء تاني بقية درس الميل. شكرا ليكم جدا، السلام عليكم.